مركز الدفاع المدني مركز الدامة العامل في ريجس الشغور الغربي وضمن منطقة منزوعة السلاح بإزالة وترحيل الركام نتيجة مخلفات قصف سابق. طبعا تستهدف هذه الحملة الطرقات العامة والرئيسي والفرعي بالإضافة إلى المنشآت العامة بالإضافة إلى النقاط الطبية وعدة أماكن حيوية في هذه المنطقة. طبعا هذه الحملة ليست المرة الأولى، لقد قمنا في حملات سابقة بترحيل الركام أيضا والبقايا وفتح الطرقات وتزيين الشوارع. طبعا بعض المعوقات نتيجتها القصف من قبل قوات النظام مما يعيق في عملنا، وايضا صعوبه في الوصول الى بعض الطرقات الفرعيه نتيجه ضيق هذه الطرقات مما يؤخر عملنا في هذه المناطق. الحملة التي يقوم بها الدفاع المدني يعني ممتازة جدا، يعني بتؤدي إلى عودة بعض النازحين من المخيمات بسبب الدمار وتسكير الطرقات يعني بعد فتحها وترحيل الأنقاض من الشوارع. وأنا ما بشوف كإنسان مدني يعني ما في منظمات تقوم بأي خدم لهذه القرية، يعني أكثر شيء عم شوف الدفاع المدني يتردد إلى القرية.